السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة المرحلة الثانية ضمن مادة قسم المنشآت الهيدروليكية، مادتنا اللي ناخذها هي مقدمة بالمنشآت الهيدروليكية Introduction of Hydraulic Structure. اليوم إن شاء الله وصلنا إلى المحاضرة 12 اللي راح نتناول بها المنشأ الهيدروليكي اللي يعتبر مهم جدا واستخداماته واسعة وما تقتصر فقط على الووتر، يعني وإنما حتى يستخدمونه الأذر ليكويد، واتوقع اتطرقتوا له انتم بشكل بسيط ضمن ماده الفلويد. اسم السايفون مرات يكتب بهذه اللغه او هذه اللغه، الاغلب هو موجود بهذا الاسم، فانا ضفت لكم الاسمين. تمام، نجي هسه نعرف شنو السايفون. السايفون هو عباره عن از اكلوزد كونديكيت ديزاين، هو عباره عن مثل ما نقول يعني منشا مغلق مثل ما تلاحظ بهذه الطريقه. ديزاين تفول ران يملأ بالكامل لما يعني يعبر بأي سائل الماء أو غيره، ويجري من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة أو بالعكس تحت تأثير الضغط أندر بريشر. صراحة هذا الـ يعني المانجمنت هاي بالبداية التعريف الأول المسبق جدا مهم، يعني ضروري تعرفه ممكن يجيك بالامتحان. Inverted siphon are used in من يستخدم السايفون to convey canal water ماء القناة by gravity under road، او ممكن ينقل الماء العادي بالانابيب تحت الضغط، يعني يشتغل شغلين، اما يشتغل under gravity by gravity او ممكن يشتغل under من under pressure. تمام عيني. فسايفون are used to convey canal تحت الطرق السلك الحديدية structure various type of drainage canal and bridge. مثل ما نعرف هسه راح نعطيكم انا صور توضيحيه، صراحه تقدر تاخذها بالعنوان تكتبها بالجوجل وتشوف انواع من السايفون. لاحظ هسه هذا عندك سايفون دي ينقل لك الماء من داخل النهر ينقل الى مكان ثاني تحت تاثير الضغط او اندر جرافتي. لاحظ هسه هنا هذا هو هذا يقصد به السايفون، هي عباره عن انابيب ترى. راح اعطيك صوره ثانيه، هذا هنا ينقلون به الغاز او الاويل، يعني قلت لكم انا بالبدايه مو شرط انه انا من اقصد ينقل بيها لازم فقط ماء، لا، عمليات نقل ضخ مثلا النفط غير مثلا سوائل معدنيه اخرى يتم عن طريق استخدام السايفون انابيب اندر بريشر. بعد راح اشوفكم نموذج ثالث، هاي ايضا تلاحظ هنا النقل يكون اندر بريشر وايضا سايفون. لاحظ هسه هاي هنا هذا سايفون، هذا يعامل سايفون كذلك تصميمه وتحليله بالكامل سايفون. ايضا هنا لاحظ هذا الانبوب الممتد من الماء تصير عمليه نقل المياه من هذا المكان الى مكان اخر، ايضا سايفون. هذا نموذج سكتشمنت تمثيلي وتصميمي انه عن السايفون. لاحظ تصير عمليه النقل من هنا الى هنا، هذا عباره عن فاكيوم بريشر او عباره عن مثل ما نقول يشبه عمل التوربين او البم، يساعد بعملية الضخ. لاحظ عملية النقل باتجاه السهم تصير من هذا الاتجاه تنتقل للاتجاه الثاني. تمام، وهذا كو يعني فد يعني بيزوميترات خاصة تقيس لك الضغط ايا كان النقل، احنا سبق وقلنا سواء كان الماء او اي سائل اخر. تمام عيني، هذا هو التصميم او السكتشمنت الخاص بالسايفون حتى تصير عندكم نظرة اولية عنه. فتقدر انه انت تقرا عن السايفون بشكل تفصيلي. لاحظ هذا هسه رسم سيستم كومبوننت مخطط عنه. لاحظ هنا يتم نقل الماء من هذه البحيره تحت مثلا هذا الدام او السد الترابي او الركامي anything باستخدام سايفون. شوف لاحظ قناه السايفون شلون يكون عباره عن انبوب. بالمناسبه عبور الماء من خلال هذا الانبوب، لاحظ بس لاحظ بهذا الرسم السكتشمنت او نرجع هذا، لاحظ عبور الماء منا هاي التحويلة من هنا إلى هنا يصير خسائر، يسمونها خسائر الإنلت، هاي خسائر الدخول منا، هاي مجرد ما يدخل من البداية خسائر إنلت. هاي الخسائر أيضا خسائر اللي إحنا نسميها التدوير أو يعني التدوير اللي يصير داخل الأنابيب، أيضا حسب التدوير يا زاوية 60 90 كذا إلى قانوني حسبه. كذلك الخسائر اللي يصير داخل البمب والتورباين، الخسائر اللي يصير ايضا هنا، والخسائر خسائر الخروج، فلازم يصير خسائر، يعني المي اللي يوصل منا الهيد لوسز ما يطلع نفسه من هنا لان اكو خسائر بداخل الانبوب. موضوع الخسائر صراحه لانه حاليا ما متطرقين كل شوي للخسائر،
والهيد لوسز والفراكشن. تاخذون حاليا بالبدايه انواع الخسائر، هي خسائر بسبب الفراكشن بدايه الكورس الثاني، لكن الخسائر الثانويه يعني الماينر لوسز تاخذوها نهايه الكورس الثاني. فاني ما راح اضطر، لان يعني بالمرحله الثالثه ان شاء الله راح تتطرقوا لها بشكل اعمق واكثر وديتيلز اكثر، فراح تاخذون، لان انت راح تكون على درايه بموضوع الخسائر. فانا صراحه موضوع الخسائر ما راح اتطرق له، اللي تصير داخل الستركتشر اللي هو السايفون راح ناخذ فقط في الشكل، يعني موضوع بسيط عليه انه الديزاين مالته، التصميم ايش قد تقترح للاريا مالته، فقط هذا الموضوع. موضوع الخسائر اللي تكون هنا خسائر بسبب الهيد لوسس خسائر، وايضا اكو خسائر رئيسيه يسموها خسائر الفراكشن اللي هي بسبب الاحتكاك، يعني المي من راح يدخل من هنا داخل الانبوب راح يصير باحتكاك من داخل الانبوب نفسه، فايضا هاي تعتبر خسائر، وهاي هي الخسائر الرئيسيه. نرجع هسه احنا لموضوعنا الرئيسي، فهاي دا تشوفون هنا كم تحويله، هاي كل التحويلات تسبب لك خسائر، تمام؟ هاي لاحظ كم تحويلة لحد الآن، 1 2 3 4 5 6، بالإضافة إلى خسائر الاحتكاك. فالخسائر هذا موضوع الهيد لوسس أهم موضوع يندرس ضمن السايفون، وإن شاء الله راح تاخذه بالمرحلة الثالثة بشكل تفصيلي. نرجع هسه لاحظ هاي لازم أنت تعرف على أساس مثلا الخسائر الثانوية هاي نرد أحسب له، يعتمد أيضا على الزاوية، يا قطر الزاوية المصمم عليها، الأنبوب، التحويلة، يعني هذه الأمور كلها تأخذ بنظر الاعتبار. فإن شاء الله تكون واضحة أمامكم. هسه لاحظوا هنا هذا الفيديو تقدر تستفاد من عنده، لاحظ شلون يشتغل السايفون، شلون آلية العمل الخاصة به، تقدر إنه تشوفه. هاي النقل من الجهة هاي للجهة هاي الموجودة هنا بتأثير توربين ينقل الماء. فإن شاء الله تكون واضحة أمامكم. نرجع هسه احنا لمحاضرتنا الرئيسية، انا حبيت اشوفكم بعض النماذج لانه حتى تكون عندك معرفة، خاف انه ما سامع بهذا المنشأ الهيدروليكي او ما شايفه يعني بالعين. فنجي اكو انواع من عنده، الاول هو كروس ديبلي فالي اللي هسه حاليا قبل شوية شفناه ينقل لك من مكان الى اخر يكون تحت الارض او anyway. الثاني اكو نوع من السايفون المنشأ الهيدروليكي تحت الطرق الرئيسية ينشأ انه، واكو لا نوع ينشأ تحت الكنال القنوات الرئيسية. لاحظ هاي كنال، هذا هو المنشأ مالتها من يجري هذا الدرين، هذا من ينقل الماء داخل هذه يعني الانبوب هنا الداخلي يسمونه اندر كنال، بس هنا تحت هذا حسب شنو ينقل، اندر جرافيتي او غيرها. فهاي الانواع مالته الثلاثة صراحة، هاي الانواع الانفيرتد سايفون يستخدم تو سبلاي، هذني الاستخدامات مطلوبة من عندكم، هي الكروس ديب فالي والباس درينج ووتر اندر رود والباس درينج ووتر اندر كانال، وكذلك هذا الرسم مطلوب وهذا الرسم مطلوب، سكتش، رسم سكتش اعتيادي بسيط يعني، فمطلوب من عندك مو فوتو امج. نجي ناخذ هسه ديزاين اوف سايفون، صراحة هاي تقدر تعتبرها انه نظرة يعني اولية، انه تعرف شلون احنا شو نريد نحسب بالديزاين اوف سايفون. اريد انا اعرف الحجم مالته and the water losses. شوف اول نقطة يأشر عليها او تعتبر very important هي الخسائر اللي راح تصير بعمليات نقل الماء او اي سائل اخر، لكن احنا بما انه تخصصنا water resource فراح نسولف فقط عن ال water losses اللي تعطى بمعادلة معينة راح نعطيكم اياها. الفلاور لينث لازم تعرف انت طول الارضية ايش قد، حتى انت شلون تجد موقعها الاصلي، هاي يعني تتأثر بموضوع الكت اوف، يعني ايش قد قطع ايش قد فول حتى انه يكون انشائها صحيح، اذا كان الماء يجري تحت تاثر الجرافيتي. ثلاثة الترانزيشن التحويلات الداخلية اللي بيها، يعني اي مكان هسه مثلا نجي هنا اشوفكم، لاحظ هسه هاي هنا هاي تحويلة، هناك ايضا من ينزل تحويلة في اي مكان اخر تحويلة، هلا اشوفكم انا هسه نوهت لكم عليها، لاحظ هذا هسه هذا في منطقة غابات تشوفها تجري، بس بدي اشوفكم اني الانلت او التداخل الداخلي، هذا لاحظ هاي التحويلات الداخلية يقصد انه ياخذها بنظر الاعتبار. نجي البقية الترانزيشن، ايضا من ضمن التصميم احنا نسميه الربراب او البوتشن بروتكشن الستون، ها
هذا نضعه تحت المنشئ الهيدروليكي حتى نقلل الريزيستنس، مقاومه التربه. يعني شنو؟ يعني خاصه هذا اذا مثلا اريد اعبر اني انبوب منه ويعبر تحت هذه المنطقه حتى اتجنب عمليات الهطول داخل التربه، واحمي الانبوب تاثيره. شيء يغطونه؟ يغطونه بحجر خاص، او احنا نسميه يستخدمونه حتى داخل على السدود في منطقه الداون ستريم، حتى شلون يتجنبون تاكل منطقه الداون ستريم. اكو حجر خاص يشبه احجار التكسيه اسمه ريب راب، او يسمونه البوتشنج ستون. الغرض من عنده شنو؟ البروتكشن. تمام عيني، هاي ايضا تعرفها كمعلومه عامه. يعني انا شو ممكن اجيب لك؟ اجيب لك فد مثلا مساله واجيب لك من عندها سؤال، اقول لك مثلا وات ذا ميثود يوز فور بروتكشن السايفون، فتكتب لي هاي، يقول لي باي يوزنج ريب راب اور باتشنج ستون. تمام، يعني يجيك هذا من هاي، هاي النقطه تجيك انه شنو طرق الحمايه اللي انا استخدمها للمنشئ الهيدروليكي اللي هو السايفون حتى احميه بروتكشن من السويل ريزيستنس لما تكون مقاومه التربه قليله، يعني بها هطول غيرها، الامور الانشائيه او الامور اللي تصير داخل التربه، انواع الفشل، فشلون احميه؟ فتقول لي هاي الجواب، يعني هذا مطلوب من عندك. وبالمناسبه هذا الحجر لازم يكتب اللغه الانجليزيه، يعني مو تكتب لي باللغه العربيه، هو اسمه ريبراب اور بوتشنج ستون. تمام عيني. نجي الهايدروستاتيك بريشر، لازم احنا ناخذه بتاثير، يعني خاصه حتى نمنع انواع الفشل او اللي يسمونه الووتر ليك ضعف. نجي هاي القانون الرئيسي اللي حكمه، اللي يقول لك هنا انه تسرب الماء او ضغط الماء، قانون دارس اللي يستخدم الترب، الفي يساوي ان الكي في الاشعلاتية، هاي بصورة عامة. هاي مطلوبة من عندك، انا مسويت لك اياها باللون الاحمر. سو تريديوس السيبج حتى نتجنب السيبج، التسرب اللي يصير من الكوينيك البايب وغيرها، الثيكنس، لازم شنو نسوي؟ by using material from pipe with small K، ولازم تعرفها شنو هاي، تربطها مع هذا الموضوع. تمام عيني، يعني الهايدروليك برمابلتي، يعني انا حتى اقلل السيبج لازم نفاذية هذه المادة. يعني اليوم انا اريد اجيب بلاستيك، تمام، واريد اجيب معدن شفاف، ايا العفو يعني تربة، واقول لك ضيف الماء هنا وضيف الماء هنا، يا تتوقع راح يتسرب الماء من خلالها؟ اكيد التربة. ليش؟ لان يعني النفاذية مالتها اعلى، البيرمابلتي، لكن البلاستيك نقدر نقول تقريبا نفاذيته معدومة. فانا حتى اتجنب السيبج لازم استخدم مواد الماتيريال مالتها تكون تقلل السيبج. يعني مثلا اني استخدم مثلا الصرف الصحي او غيرها، مثلا احتاجيت انشئ انابيب تحت يعني اندر يسموها انفراستراكشر، منشآت بنى التحتيه. انا احتاجيت مثلا اصمم الانبوب اللي احتاجه لنقل كذا في شيء معين كونكريتي، فلازم اراعي المواصفات الخاصه بي بالكونكريت بحيث تكون نفاذيته كلش قليله، يعني حتى ما تعبر احنا نسميها المواد او يعني السيبج من خلاله. تمام، واذا انه يكون مرات في بعض الاحيان بسبب استخدامه او هاي، فاضطر انه استخدم انابيب كونكريتيه او انابيب اني كان. فالمهم انت المفروض حتى تتجنب هذه المشاكل بالمستقبل، ايا كانت الماده المصنعه بصناعه هذا الانبوب، سواء كونكريت، بلاستيك، غيرها، اني ثينج، ستيل، لازم انه تكون تاخذ بنظر الاعتبار انه تقلل النفاذيه حتى تتجنب السيبج. هاي ايضا ضروريه النقطه، هاي هسه صارت عندكم ضروريه، وهاي اللي هي نقطه رقم 4. تمام عيني. نجي البايب سلوب، لازم يكون سليبر، تمام عيني، او فلتر، يعني قدر الامكان يكون مسطح وينقل شقد. الايرث كفر من التوب لازم شي يكون، هاي يعني معلومات عامه ما راح نتعمق بها احنا حاليا بهذه المرحله، لكن انا راح تاخذها ان شاء الله تبع المرحله الثالثه. فاينلي يوز الكلفر ديزاين، اذا انت احتاجيت هاي التصميم مزدوج، اذا انت صممت الكلفرت مع السايفون بيكون تصميم مزدوج صراحة، هاي يعني أيضا مو حاليا لكم. نجي هنا The computer losses partially difference من upstream من downstream، شنو الغرض من عدها؟ شلون أقلل؟ لازم حتى أتجنب أنواع يعني الفرق اللي يصير بالwater canal convey، لازم شنو أسوي؟ decrease the size of pipe. تمام عيني. فأني صراحة مجرد أريد منك تعرف كم معلومة معينة اللي هي خاصة بالحماية، غيرها الخسائر وين تصير،
بالاوتلت وبالانلت وبالكونفي انير كونفي النواقل الداخليه. فقط هذه المعلومات اريدك تعرفها، لانه ولان هي من مادتك اسمها introduction of hydraulic structure، انا بس اريد اعطيك مقدمه تعريفيه عن هذا الموضوع، يعني انه تعرف هذا الموضوع. ان شاء الله راح تاخذ اصلا بشكل تفصيلي جدا بالمرحله الثالثه وبالمرحله الرابعه، بعد ما تتكامل عندك المعرفه العامه عن بقيه المواد، تعرف التلوسز تاخذها بالفلود ان شاء الله، تعرف الريزيستنس مال السويل من راح تاخذها بالسويل ميكانيك. فان شاء الله من راح تجي تدرسه راح تكون عندك رؤيه كامله عن الموضوع. يقول لك هذا السؤال هالشكل اكزامبل بسيط اعطيتك، انا شوف هسه هاي قناه مصممه تحت شنو؟ تحت رود طريق، هذا طريق اعتيادي وهي مصممه تحته. فاحنا شو نقول؟ ديزاين انفيرت سايفون، صمم لي ريكواير تو باس كانال ديسشارج حتى تمرر لك تصريف مقداره 4 متر مكعب بالثانيه اندر مين رود، تمام؟ ايش قد الهيد لوسز الكل المنطقية؟ هذا صراحة مجرد معلومة عامة، لان هنا ما دخلك بالهيد لوسز. 0.2 متر هيد لوسز، ذا فيلوسيتي اوف ذا كانال بهذا المقدار، اند الديبث اوف ووتر ايش قد؟ 1.5. سيفتي سكرين از بروفد، هاي ايضا هنا يوفرون سكرين حتى نمنع يوضع بداية السايفون سكرين، هذا السكرين مثل ما نقول احنا تشبه الشبكة حتى نمنع دخول المواد الشائبة الى داخل القناة ومرور السيدمنت مواد شائبة anything. وهاي موجودة دائما في كل انواع الشبكات المياه والصرف الصحي وغيرها، توضع هذه الشبكات حتى تمنع، لان هاي بالمستقبل اذا انا تركتها مفتوحة وعبرت يعني هاي الدواخل اذا تنتبه هاي الانترنس هاي راح تنغلق بالمستقبل اذا بقت انه تدخل المواد الشائبة وصعب فتحها للداون ستريم، خاصة عليها طريق بالكامل. فيوضعون من البداية دائما معلومة عامة يقول لك سيفتي سكرين ار برود ات انتري، وضعت وين؟ بالانتري بالدخول والمخرج، هذا المدخل والمخرج. ذا انفيرتد سايفون الزاوية مالته الالبو ايش قد مقدارها؟ 22، هاي معلومة ايضا هيج عامة. ذا ست دايمنشن شاون فيجر، معامل مانينج الخاص بها بهذا الكربة 0.013، اعطيك هاي المعلومات. الهيد لوسز اذا انا اشطلبت من عندك يعني هاي المعلومه مال الهيد لوسز، هاي الهيد لوسز الكلي انا متتك اياها كليه. الهيد لوسز بسرعه ما شو تساوي لك؟ تساوي لك الهيد لوسز بالاب ستريم ناقص الهيد لوسز بالداون ستريم، الفرق بيناتهم النت هيد يسمونه الهيد لوسز. اوكي، يعني مرات انا شنو انطيك؟ انت هذا القانون كتبه توتال هيد لوسز زاويه اب ستريم، الهيد لوسز ناقص داون ستريم. مرات شو اسوي؟ انطيك مثلا توتال هيد لوسز وانطيك الداون ستريم هيد لوسز واطلب من عندك الاب ستريم هيد لوسز ايش قد؟ فتطلع لي، تمام عيني؟ هسه هي اول معلومه ان شاء الله تكون واضحه. اذا هذا اجيب لك اياه، ممكن او ممكن انطيك الهيد لوسز بالاب ستريم والهيد لوسز بالداون ستريم واطلب من عندك التيل هيد لوسز، ما دخلك بالتفاصيل الثانويه اللي هي تتكلم عن الخسائر الرئيسيه والخسائر الثانويه، راح تاخذها ان شاء الله بشكل مفصل بالمرحله الثالثه. لكن بصوره عامه ممكن اطلب من عندك التوتال هيد لوسز، اعطيك قيمة الهيد لوسز بالاب ستريم بالداون ستريم يطلع لي، او ممكن اعطيك التوتال هيد لوسز واعطيك مثلا الهيد لوسز اما بالاب ستريم بالداون ستريم اطلب من عندك المطلب الثاني، تمام عيني؟ ان شاء الله تكون واضحة. نجي على الدسشارج، هو اصلا منطق اياه هنا ايش قد مقداره لازم تعرفه انت، تمام عيني؟ هاي ضروري جدا. نجي الدسشارج اباوت ايش قد قيمته؟ لارج بوكس، اول شيء تفرض انت انه تستخدم البايب هو عبارة عن شنو؟ عن بوكس، يعني شكله مو دائري يعني ميبي بوكس. فنجي هسه مساحة المربع شو تساوي لك؟ الاريا دي تربيع، لان دي في دي، والبراميتر 4 في دي، تمام عيني؟ فتطلع الهايدروليك القطر الهايدروليك الخاص بي، ورا ما القطر الهايدروليك شو يساوي لنا؟ قانون كتبه هذا يساوي لك الاريا على الويتد باراميتر، الاريا دي تربيع على الويتد باراميتر 4 دي، فدي على 4 تطلعه. الفيلوسيتي مال الكنال عندك، تمام عيني؟ فالفيلوسيتي هيد في تربيع اوفر 2 جي. فانتبه اذا انا طلبت من عندك، اذا انطيتك هذا القانون ايضا مطلوب، فاذا انطيك انا بالسؤال الفيلوسيتي مال الكنال واطلب من عندك واحده من المطالب، اقول لك مثلا فاين نمبر 1 التوتال الهيد لوسز ام كذا، ثانيا الفيلوسيتي هيد اوف كنال، تمام؟ فانت شلون تحسب لي هو هذا قانونها؟ قانونها شو يساوي؟ مجرد ما انا منطيتك السرعه
تقول في تربيع اوفر 2 جي طلع لي مقدار الهيد لوسز خسار بسبب الارتفاع، تمام عيني. نجي الديسشارج انبرر الكل جد 4 متر مكعب على الثانية، الفيلوسيتي في 1، فتطلع لي كيو اريا في الفي 1 تقسمه بشكل طبيعي، بس الاريا ما عندك تمام، لان احنا جد الاريا دي تربيع، فراح تبقى بدلالة دي تربيع. الفيلوسيتي هيد في تربيع اوفر 2 جي، فبهذه القيمة تقدر انت تطلع هذا المقدار اللينث اوف بارلل، اطلع لي كقيمة معلومة، يعني الفيلوسيتي هيد الكيو الاريا طلع لي قيمة الدي تمام. سؤال جدا بسيط، يعني انا لو جبت لك اياه جبت تصميم يعني طلع لي، او ممكن اني افرض لك ببداية اقول لك اعتبره سيركل، فالسيركل سهل، ايش قد مساحة السيركل وايش قد مساحة يعني القطر المحيطها المبلول، ضروري تعرفهم يعني تكتبهن يمك، اذا سيركل واذا بوكس، اذا بوكس هاي قوانينه يعني مربع اريا دي تربيع، واذا هذا فذاك تحفظه باي على 4، اذا تاخذ دايمتر واذا تاخذ نصف قطر ايش قد، والمحيط المبلول ايضا ايش قد باي في الدي، فتعرف هاي الامور انهم. فهو نوعين، اما تفترض انت يعني مرات انا بالسؤال افرض عليه اقول لك اسيوم التايب اوف سايفون يوز السيركل تمام، او اس مثلا سكويرز او بوكس او ريكتانجولار anything تمام عيني. فمن هذا الباب فالمطلوب من عنده تعرف الهيد لوسز اللي يصير بالخسائر، وكذلك تعرف الفيلوسيتي هيد، وكذلك تعرف قيمة الابعاد مالته اللي انت راح تستنتجها تمام عيني. هذا بصورة عامة راح يكون واضح امامك، يعني ما اتوقع راح تحتاج في معلومات ثانية. هذا يقصد بالlength of parallel، يقصد به هذا الطول الكلي حسب لك اياه، هذا الرقم زائد هذا الرقم زائد هذا تمام عيني. فشوف هسه هنا اذا تنتبه هنا انه مطيك هاي الهيد لوسز اللي هو الفرق الخسار بين الابسترين والداونسترين يساوي لنا نت هيد لوسز. اتمنى تكون محاضرة هذا اليوم واضحة، لان انا شرحتها بالشكل المبسط وما حاولت ادخل لكم بها باشياء تحتاج الى تفاصيل اكثر اللي هي تشمل الخسائر الرئيسية والخسائر الثانوية، لا فقط اريدك تعرف الفيلوسيتي هيد، وكذلك الديزاين الخاص بالنت هيد لوسز، وديزاين المنشأ نفسه اللي هو حساب ابعاده حسب اذا كان بوكس واذا كان سيركولر. السيركولر مجرد تعرف قوانينه انت يعني تعتبره في النشاط لك. هاي المعلومات سبق ونوهتكم عليها، بالنسبه هي تستخدم لحساب الخسائر الالبو وغيرها، لكن احنا لان ما دخلنا بهذه التفاصيل فانت مجرد معلومات عامه لك. وكذلك السكرين، يعني شوف هذا شو اسوي، هذا السيفتي سكرين ار بروفد ان انتري ان اكزيت، ممكن شو اسوي ما اجيب لك اياه بالسؤال، راح اجيب لك اياه مطلب، يعني اقول لك مثلا هاو تو بروتكشن، شلون مثلا نحمي المنشئ الهيدروليكي اللي هو السايفون او البايب من انه تصير بيه مثلا انسدادات مستقبلا، او حتى احمي بروتكشن داخلي مو البروتكشن فروم سويل ريزيستنس، فتقول لي باي يوزنج سكرين او سيفتي سكرين تكون بفتحات معينه توفر هذه بمدخل ومخرج السايفون. ان شاء الله تكون محاضره هذا اليوم واضحه، لو عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون ترسلون على القناه ان شاء الله نجاوبكم، نلتقي بكم بالمحاضرات القادمه، دمتم بامان الله وحفظه.